النهارده عجبني المنظر اللي هو بتاع الكابتن محمود الخطيب، ان اللعيبه جميله. يا ريت تجيبوا لنا الصوره بتاعت اللعيبه لما حطت الميداليات في رقبه الكابتن الخطيب. في حاجه انا اللي عاوز اقولها لك كابتن، اتفضل. بيعجبني في الفكره انه بيطلع رئيس بعثه في الماتشات الصعبه. صحيح. انت تخيل الصوره يا كابتن عادل. لا دي حاجه جميله طبعا. يعني انت عارف لما بتيجي الكابتن محمود لما بيروح مع فرقه النادي الاهلي بيديهم روح عاليه قوي. لو سمحت في قبليها السجده. كان في قبلها فعلا سجده قبل الصوره دي. يعني السجده دي يعني صحيح برضك منظر جميل قوي. لا يعني اهي السجده يا كابتن ماهر. صراحه يعني فعلا تحس ان التصرف تلقائي نابع من القلب. بالظبط. بص يا كابتن، هو دايما عايز اقول لك حاجه، ربنا بيكافئ الناس اللي هي بتشتغل وبتجتهد. صحيح. احنا بنشتغل وبنجتهد كنادي اهلي. النادي الاهلي كل حد فيه بيشتغل في مجاله. الحاجة التانية المهمة قوي اللي انا عايز اقولها لك، احساس اللعيبة بقيمة النادي وبقيمة النادي والاشخاص اللي متواجدين في النادي. صح. احنا دايما بنقول ايه، النادي الاهلي ليه هيبته وليه شكله وليه حتى لعيبة اللي توفوا. انت فهمني يا كابتن ماهر، دي حاجة مهمة جدا. صح. يعني ممكن تكون لعيب كبير، كابتن علاء حسب الامور دي والكابتن بلال والناس دي، ممكن تكون لعيب كويس في الكوره لكن لا تناسب النادي الاهلي. صحيح. ولا تناسب شكل النادي الاهلي. كلامك مظبوط يا كابتن. بس هو الحاجه المهمه في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم عليها، مدى حب اللاعبين لمسؤولينهم، مدى حب المسؤولين للعيبه. يعني احيانا لما رئيس نادي يروح كرئيس بعثه في مباريات حساسه ممكن تكون فيها مشكله، لكن هو بيقدر يروح معاهم وبيقدر يديهم دفعه قويه وفي احساس كويس قوي ما بين الفرقه وما بين جهازهم وادارتهم، ودي حاجه مهمه جدا. ولكن في الاخر قدر النادي الاهلي كده هتقفل. انت تلعب على كاس مصر، تلعب مباراه كاس مصر لازم تكسب، بعد كاس مصر لازم تكسب بطوله افريقيا ان شاء الله. هو قدر. صحيح. يعني في ناس قاعده ومرتاحه خلاص ما بتلعبش على بطولات مرتاحه، لكن انت قدرك كنادي اهلي انك انت اللي لازم تشتغل وتشتغل وتشتغل وتشتغل، لانك صدقني يا كابتن، بص انت عمال تاخد بطولات قد ايه؟ لو اخفقت في مباراه كاس مثلا هيقول لك شمس الاهلي غابت والناس هتفضل تخبط فيك جامد، علشان ده بيدونا دفعه قويه وقويه جدا. واحنا ابطال، انت بطل السوبر بعد بطوله افريقيه وبعدين خدت السوبر، ناقص لك حاجة مهمة قوي الأيام الجاية دي، وأنا طماع أخد بطولة أفريقيا وألعب في بطولة كأس عالم أنافس. أيوه. يعني حتة التالت خلاص، يعني عاوز ألعب فاينل. يعني ده اللي في دماغي يعني. أيوه.